حينما تكون خطاطاً مبدعاً ومختلفاً، ليس بالضرورة أن تخط بالأقلام والريشة، فبالإمكان أن تستخدم طرقاً أخرى. فمن بين هذه المسامير وهذه الخيوط الدقيقة والمطرقة خرج من تحت يدي هذه الخطاطة البارعة ابنة دومة الجندل هند الدرع هذه اللوحات الفريدة والتي تبهرك بجمال دقتها وتفاصيلها. فن الخيوط والمسامير هو عبارة عن فن الخط العربي، تمام؟ حاولت أني أطور أجدد إلين وصلت لهذا الفن. الفن هذا موجود بكثرة عند الأجانب، لكن العرب شوي يستصعبونه نوعا ما. حاولت أني أكتب بالخط العربي انتماء لنا إحنا العرب، فطلعت بهذه اللوحة، طلعت بهذه الأعمال الحمد لله، وباستخدام طبعا الخيوط والمسامير والمطقة بعض الأشياء اللي ممكن تساعدني يعني في إخراج عملي. أنا شاركت بعدة مهرجانات، مهرجان الزيتون، مهرجان التمور، مهرجان التمور تقريبا الحمد لله 5 سنوات على التوالي. شاركت في المدارس، اشتركت في عدة فعاليات موجودة في مهرجان البحيرة. من الأعمال اللي أنا تميزت فيها الحمد لله اللي هي الجدارية والكتابة على الرمل. الكتابة على الرمل يعني ما شاء الله تبارك الله لقت إقبال مرة كثير عند الناس. نوع من الفنون يحتاج إلى مجهود كبير ووقت طويل تقضيه هند في قسم خاص لأعمالها داخل محلها الخاص ببيع الورود. موهبة الخط أنا كتبت على أسماء معينة على الورد، عرضتها على الناس حبوها، فقلت ليش لا تصير مصدر دخل لي والبيتي. ففكرت وخطت لين الحمد لله فتحت محل خاص بالورد والهدايا والخط والطباعة. من خلال هذا المحل فأني خصصت ركن خاص بس بالخط العربي، سواء كتابة نحت حرق المسامير، كتابة على حبة الرز، الكتابة بكل أنواعها حتى الكتابة على الجدران. يتمتع الخطاط المتميز برغبة الميول إلى الابتكار والإبداع، وهذا ما قامت به هند الدرع بدمجها بين الهواية وكسب الرزق. للإخبارية نايف الفندي، محافظة دومة الجندل.